الآن وصلنا إلى أطول قسم في الكتاب، وهو القسم التاسع. أطال فيه المؤلف لأن من عادة المؤلف أن يجمع المسائل وبعد هذا يبدأ بالتفصيل. القسم هذا اصطلحنا أن نسميه قسم المناهي اللفظية. ألفاظ منها ما هو منهي عنه، منها ما هو شرك، والألفاظ الشركية وبعض الشركيات. لماذا ركز المؤلف هنا على الشرك الأصغر؟ لماذا؟ لأنه خفي، وبعض الناس استغل يقول هل الأصغر يؤدي الأكبر؟ نعم. وقلنا لكم أمس أن ابن القيم رحمه الله قال الشرك الأصغر كيسير الرياح، يعني ابن القيم رحمه الله يرى أن كثير الرياح شرك أكبر. الصغار عندنا درجات المحرمات أربع درجات عندنا المحرمات: صغائر، وأعلى من الصغائر كبائر، وأعلى من الكبائر الشرك الأصغر، وأعلى من الشرك الأصغر الشرك الأكبر. فالصغائر تؤدي الكبائر، الكبائر تؤدي الأصغر، الأصغر تؤدي الأكبر. إذا ذكر المؤلف في هذا القسم المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات، وركز المؤلف في هذا القسم على الشرك الأصغر لأنه خفي، وركز على كفر النعمة. ركز على كفر النعمة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وقليل من عبادي الشكور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. هذا كثير أين؟ في الكتاب والسنة. محمد بن عبد الوهاب جعل هذا كثيرا أين؟ في كتاب التوحيد، كفر النعمة. لأن ليس الإشكال في حال الضراء، لأنه الغالب في حال الضراء يخلص لله سبحانه وتعالى. كفار مكة كانوا حال الضراء يخلصون. الإشكال، كل الإشكال في حال السراء، حال النعمة. مفهوم؟ أي نعم. فانتبه، لأن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى تعلق قبل أن تأتي بالله لا بغيره، لا حكام لا رؤساء لا ملوك. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وتوكل على الحي الذي لا موت. وبعد النعمة تشكر النعمة بالقلب واللسان والجوارح. إذا هذا القسم باختصار. نعم.